سيكادا 3301 هي مجموعة من الأشخاص من دول مختلفة يشاركون في وسائل التواصل الاجتماعي وأغلب مواقع الدردشة والمنتديات على الإنترنت. وما يعتقده عامة الناس عن سيكادا أنها اللغز الأكثر تفصيلا وغموضا في عصر الإنترنت، فقد ظهرت هذه الألغاز في الإنترنت الخفي أو ما يسمى بالإنترنت المظلم، وقد صنفها الناس إلى منظمات سرية ووكالات مخابرات عالمية تهدف إلى توظيف الأشخاص الذين يقومون بحل هذه الألغاز. الأشخاص القائمين على سيكادا بدأوا بهذا المشروع عام 2012 بدون أن يكون لهم أي موقع رسمي وبدون حتى الإعلان عن أنفسهم، وسبب ظهورهم الحقيقي هو عندما زودهم أحد الأعضاء ببعض من مظاهر العائلة القديمة المشفرة، وغرضهم أن تكون المعرفة مجانية، فقاموا بعمل مسابقة التوظيف هذه التي تكشف بعض هذه الأسرار، وليست الأسرار الناقصة الغير مفهومة المنتشرة في الإنترنت، ولا الأسرار المزيفة للضحك على عقول الناس، ولا حتى الأسرار التي يتم بيعها من أجل الربح ومن يقرأها لن يفهم ويعلم ما هو المغزى منها. فمثلا عندما تريد عملية في المعدة سيشرح لك الجراح كيف يقوم بهذه العملية، ربما ستفهم كيفية القيام بالعملية ولكن لن تستطيع أن تقوم بعمل العملية كالجراح، فالجراحين فقط من يعرفون القيام بهذه العملية. فلسفة سيكادا 3301 ليست دينا ولا حتى علما، بل هي مزيج من الروحانية والتكنولوجيا والعلوم والتصوف. فإن فترة نشر التعاليم السرية سيكون في عصر برج الدلو، وعصر الدلو يبدأ في 21 ديسمبر 2012 كما هو مذكور في التقاويم القديمة مثل تقويم المايا، نهاية عصر الحوت وبداية عصر جديد عصر الدلو، وليس كما تم تحريفه على أنه نهاية العالم لإبعاد الناس عن الحقيقة. لذلك قامت سيكادا بفك الشفرة خلال سنوات عديدة. بدأت سيكادا بالبحث عن أفراد يتمتعون بمهارات متخصصة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك إخفاء المعلومات والتشفير وعلم الأعداد القديمة للمايا، بالإضافة إلى فهم تفصيلي للأدب الأوروبي في القرن 18. لذلك قاموا بإطلاق الألغاز في عام 2012 و 2013 و 2014 وبجدوهم. جميع الثقافات القديمة من اليونان القديمة ومصر والسومريون والمايا وما إلى ذلك عملت مع الأجهزة، حتى أتلانتس كان لديهم آلية معقدة للغاية مشابهة جدا لتقنيات سيكادا. بالطبع ستبدأ سيكادا في إطلاق المعلومات جميعها وفي الأشهر القادمة علنا ومجانا، وهذا ما سيشاهده ويعرفه الجميع. وقد يتفق البعض مع سيكادا والبعض الآخر لن يتفق، وهذا كل شيء حتى الآن. في الأسابيع والأشهر القادمة ستفتح سيكادا أبوابها للجمهور، ولا يمكن رؤية الحقيقة، لا يمكن التفكير فيها، ولا يمكن الشعور بها، لا يمكن سماعها، لا يمكن شمها. الحقيقة يجب أن تكون هي الحقيقة. وهذا أول موقع رسمي للمجموعة، والإيميل للمجموعة